هذه سائلة تقول: أنا موظفة ولي حساب في البنك، وأرغب الاقتراض من البنك لشراء أرض، وقد اشترط البنك علي بأخذ قسط من الراتب شهريا حتى نهاية السداد، ويكون ذلك بفوائد، فما حكم ذلك؟ هذا حرام، هذا ربا والعياذ بالله، هذا هو الربا الصريح. والبنوك لا تجتنب ما حرم الله، همها جمع الدنيا ولا يجتنبون، بل ما أسست إلا على الربا والعياذ بالله، ألا يجوز التعامل معها بهذه الصفة؟ هذا ربا صريح. نعم.